حلقة جديدة من مدار الغد، أهلا بكم. على عتبة التمديد لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، تكدس لتقارير سلبية في الأروقة الأممية وتهديد مستمر بالحرب. في ظل فوضى الأولويات وغياب الإصلاحات، هل يتجه بعبدة إلى فراغ رئاسي؟ على عتبة التمديد لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل، تتكدس التقارير السلبية في الأروقة الأممية وسط تزايد الخروقات لقرار مجلس الأمن رقم 1701، وهو قرار اعتمد في العام 2006 لمراقبة وقف الأعمال العدائية بين حزب الله وإسرائيل على الحدود اللبنانية الجنوبية بعد حربهما الأخيرة. ولكن نهاية أغسطس الجاري هناك اجتماع لمجلس الأمن لبحث تجديد ولاية اليونيفيل وسط حوادث تصعيدية شهدتها الحدود اللبنانية مؤخراً، وهي الحوادث التي رصدها تقرير لأمين عام الأمم المتحدة صادر في 14 من يوليو عن الفترة ما بين 19 من فبراير وحتى 20 من يونيو. وأبرز تلك الحوادث تمثلت في إطلاق حزب الله مسيرات غير مسلحة باتجاه منشآت للغاز الطبيعي تسيطر عليها إسرائيل، فضلاً عن مئات الخروقات الإسرائيلية لأجواء لبنان ولبره وبحره. التقرير الأممي أشار أيضاً إلى مواصلة إسرائيل بناء حواجز جدارية على طول الخط الأزرق بتكلفة تبلغ حوالي 900 مليون دولار. في المقابل رصدت اليونيفيل إنشاء حزب الله حاويات وبنية تحتية في 11 موقعاً بالقرب من الخط الأزرق، كما رصدت تحذيرات لجنود حفظ السلام أطلقها حزب الله لمنع الاقتراب تماماً من هذه المناطق، كما تؤكد قوات اليونيفيل وجود أسلحة غير مصرح بها وميادين رماية تابعة لحزب الله في جميع أنحاء جنوب لبنان. كذلك ذكر التقرير أن حزب الله يعرقل عمل قوات اليونيفيل، وفي بعض الأحيان يقوم بترهيبها وإلحاق الضرر بمركباتها، حيث تم الإبلاغ عن 23 حادثة منذ فبراير الماضي. من البقاع، اللواء عبد الرحمن شحيتلي الرئيس السابق للوفد المفاوض حول الحدود البحرية، ومن الناصرة نظير مجلي الكاتب والباحث في الشؤون الإسرائيلية، ومن واشنطن ريتشارد وايتس خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكستراد. أهلا بكم جميعا. يعني أبدأ معك سيد نظير مجلي من الناصرة، هل تعتقد حضرتك بالفعل أننا أمام احتمالات تتزايد لنشوب حرب جديدة على حدود لبنان الجنوبية تحديدا بين حزب الله وإسرائيل؟ لا أتصور. مساء الخير لك ولضيوفك والإخوة المشاهدين والمشاهدات. أتصور أن الطرفين حتى الآن يتخذان موقفا جديا في الامتناع عن التصعيد لدرجة الدخول إلى حرب. كلا الطرفين طبعا يستعد لاحتمال مثل هذه الحرب، لأنه كما نعرف تقريبا لم تكن هنالك حرب تم تخطيط لها، وإنما تم الانزلاق لها أكثر. ومع هذا يبذلان جهدا حقيقيا لأن لا تتطور الأمور بهذا الاتجاه. طيب إذا سيادة اللواء عبد الرحمن شحيتلي من البقاع، إذا سيادة اللواء، لماذا تحذر تقارير أممية من يعني تنامي التوتر على حدود لبنان الجنوبي؟ أعتقد أن الحدود الجنوبية عاشت منذ العام 2006 بعد انتهاء الحرب حتى الآن مرحلة من الهدوء الممتاز.
ربما تشوه بعض الأحيان بعض الخروقات، إن كانت طبعا ولكن خروقات معروفة أصبحت خروقات جوية إسرائيلية أو نعم بحرية، أو خروقات من قبل بعض الأهالي على السياج التقني طيب ليس ذات أهمية. سيادة اللواء، وأما اسمح لي الوضع عذرا على الأمني المقاطعة سيادة اللواء، المتقدم، سأعود إلى حضرتك فقط، سنقوم بترتيب بعض الأشياء الهندسية حتى نستمع إليك بشكل أفضل، ابقى معي لو تكرمت. سيد ريتشارد وايتز من واشنطن، الآن قوة اليونيفيل يا سيد وايتز بماذا أفادت لبنان برأيك؟ Well, it does help هي تساعد في العدد من المواقف الإنسانية التي رأيناها، حيث كان هناك تبادل للقنابل تحتاج بعض هذه المواقف للمساعدات. أيضا هي مفيدة ربما لمنع حدوث أي نزاع في جنوب لبنان. بالطبع الولايات المتحدة ترى اليونيفيل ضرورية، لأنها ربما تهدف إلى نزع سلاح حزب الله. والولايات المتحدة في كل عام مثلها مثل كل البلدان، تجدد وربما توسع من ولاية اليونيفيل. طيب سيد نظير مجلي، سيادتك تعتقد ان ربما يعني ليس الطرفان الان مستعدان يعني الى حاله من حالات الصراع العسكري، حضرتك هكذا تقول، انما التقارير الامميه تقول ان حزب الله يواصل بنيه تحتيه غير مصرح بها في على يعني بالقرب من الخط الازرق، كذلك هناك اسلحه غير مصرح بها بالقرب من الخط الازرق، راينا جميعا ان حزب الله ارسل مسيرات على حقل كارش لو أتذكر يعني منذ حوالي أسبوعين أو ما شابه. تعتقد حضرتك أن هذه الأشياء لا تقلق إسرائيل؟ لا، ليس هذا بالضبط. أنا أقول أن الطرفين يستعدان، يجهزان نفسيهما وقواتهما ومواردهما لحرب متوقعة ممكن أن ينزلقوا إليها، لكنهم يعملان كل ما في وسعهما على أن لا تكون هنالك حرب. إنما من تجارب التاريخ الكثير من الحروب، بل غالبية الحروب نشبت لأن هناك انزلاق إليها، استفزاز هنا، رد عليه بغطرسة معينة، تغلب الإيجو على المصلحة، فأدى إلى أن يتدهوروا إلى حرب. هذا هو الواقع الأليم القائم أيضا على الحدود مع لبنان. فيما يتعلق في كريش وغيره من الآبار الغاز التي حفرتها إسرائيل في المياه الاقتصادية في عمق البحر الأبيض المتوسط، لا علاقة لليونيفيل فيها مباشرة. اليونيفيل مسؤولة عن منطقة اليابسة بالأساس، أيضا تراقب الحدود البحرية القريبة من الحدود الجغرافية، لكن الآبار موجودة كما نعرف جميعا على عمق 90 كيلومترا في البحر الأبيض المتوسط، وهناك لا يوجد سيطرة لقوات اليونيفيل، حتى أن صلاحياتها لا علاقة لها في هذه المنطقة بالذات. طيب سيد ريتشارد وايت من واشنطن، يعني إذا ما صدقت هذه التحذيرات، يعني لا قدر الله، يعني لا قدر الله مرة ثانية، يعني هل ستكون مرة أخرى هي حرب بين إسرائيل وحزب الله، أم ربما تكون حربا بين إسرائيل ولبنان؟ Well, you know, if a war starts, it'll be. إذا بدأت الحرب مع حزب الله، ربما تتوسع لتشمل لبنان، وفي نهاية المطاف إيران، والتي تدعم حزب الله والحماس والجهاد الإسلامي والمجموعات الأخرى التي يمكن أن تنضم لمثل هذا القتال. ليس بالضرورة أن تكون هناك حرب بين إسرائيل ولبنان بشأن هذا النزاع البحري. إسرائيل تظهر مرة أخرى أن لديها القدرة
على الضغط وفيما يتعلق بالصواريخ الخاصة بالجهاد الإسلامي، وهناك تحديات عدة في لبنان اقتصاديا وسياسيا وداخليا، ربما تكون هناك محاولات لعدم الدخول في حرب مع إسرائيل في ذلك الوقت، وبالتالي هناك تهديد بالنزاع، ولكن ليس هناك أي وسيلة لأن يحدث هذا النزاع. سيادة اللواء شحيتلي من البقاع، حضرتك أيضا قلت أن ربما يعني منذ 2006 وهناك حالة من حالات الهدوء على الحدود الجنوبية للبنان، هذا صحيح يعني، وأشرت حضرتك إلى أن ذلك لا يمنع بعض الخروقات المعلومة للجميع ليست السرية، هذا أيضا صحيح، لكن هذا الهدوء ربما يعني مرده إلى ذلك القرار الجامع المانع 1701 الذي من شأنه أن يديم السلام والاستقرار على هذا الشريط الحدودي. وهنا أسألك يعني ما الذي تحقق منه من هذا القرار وما الذي لم يتحقق بعد؟ الحقيقة لم يتم تطوير القرار، القرار كان ينبغي أن يتطور خلال سنتين بعد إصداره إلى الانتقال إلى وقف إطلاق النار، هذه الخطوة التي لم تحصل ولم يسعى إليها أحد، هذا مأخذ كبير على الأمم المتحدة التي لم تسعى لتطوير اتفاق من وقف أعمال عدائية إلى وقف إطلاق نار. كما أنه التقرير نص على حل مزارع شبعة، كذلك الأمر لم تسعى الأمم المتحدة إلى حل مزارع شبعة التي هي المنطقة الأساسية في عملية بقاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي اللبنانية، عدا عن الخروقات البرية في 13 نقطة على الخط الأزرق، كذلك الأمر لم تسعى الأمم المتحدة إلى حل هذه. بعد سنتين يعني أقول لك بصراحة، يعني كانت السنين الأولى من عمل اليونيفيل بعد حرب العام 2006 كانت نشطة، ولكن بعد ذلك دخلت في الروتين إداري وأصبحت على شكل روتين إداري، ونحن سعينا ووافقت الأمم المتحدة لتطوير عمل قوات الأمم المتحدة والانتقال، سميناها بمراجعة استراتيجية خلال 5 سنوات لمساعدة الجيش اللبناني ليصبح بإمكانياته موازي لإمكانيات قوات الأمم المتحدة، ويستطيع أن يجاري قوات الأمم المتحدة في دورياتها وفي مهماتها على أن يتقدم على أن تقدم فيما بعد على قوات الأمم المتحدة ويتولى المهمة الأساسية في حفظ الأمن في جنوب الليطاني الجيش اللبناني، وتكون قوات مساندة له في طريقة لاستيعاب الأمن من قبل الدولة اللبنانية بالكامل. وإنما أيضا هذا المسعى جمد ولم يكن. طيب يعني اسمح لي سيادة اللواء، يعني نحن حريصون للغاية على الإنصات لكلام حضرتك ولمداخلاتك، إنما للأسف الشديد نحن نواجه يعني صعوبة بالغة في استلام إشارة جيدة يعني من حضرتك، نتمنى يعني أن تتحسن إشارة بعد الشيء، نتمنى، لأننا حريصين بشدة على وجودك معنا يا سيادة اللواء. وأسألك مرة أخرى في القرار 1701، نص فيما نص عليه القرار مثلا على أن قوات اليونيفيل ستقوم بدعم وتسهيل مهمة الجيش اللبناني لبسط وجوده على كل أنحاء التراب اللبناني بما فيها البقاع، يعني معلوم يعني هذه المادة أحد اقترب منها منذ 2006؟ حقيقة لم يقترب منها الدولة اللبنانية، لأن يعني الدولة اللبنانية وجود عكافة بفعالية، تقصد الحدود على الحدود اللبنانية. طيب أعتذر منك سيادة اللواء للمرة الثانية، لا أستطيع أن حتى لا نستطيع أن نفسر الكلام حقيقة الأمر، أعتذر منك بشدة، سنحاول أن نتغلب على هذه المشكلة المزعجة للغاية، اسمح لي يعني. طيب سيد ريتشارد وايس من واشنطن، هل قوات اليونيفيل التي هي توجد في لبنان منذ 78 يعني منذ 42 عاما، وفعلت قواتها منذ العام 2006، هذه القوات الأممية من 40 جنسية مختلفة، هل هي تستطيع
أن تمنع نشوب حرب بين لبنان وإسرائيل؟ It is نعم. not able to prevent it. هي غير قادرة على منع هذه الحرب بالكامل، لكنها يمكن أن تساعد، بمعنى أن تساعد بين الحكومة اللبنانية والحكومة الإسرائيلية والهيئات العسكرية لتهدئة الأوضاع وعدم التصعيد. وجود القوات الدولية يقلل من ربما المناوشات أو حدوث اشتباكات، وجود جنسيات سواء من الصين أو من الجنسيات الأوروبية في مثل هذا النزاع ربما يهدئ من هذا التوتر. هذه كان هناك نقد لبعض لهذه القوات من حين لآخر، ولكن كما نعرف على مدار عقود هي تقوم بهذه المهمة، ومن المقبول بوجودها بالرغم من أنها قوات مؤقتة، ومن المتوقع أن تغادر بمجرد أن يعم السلام بين لبنان وإسرائيل في ومن ثم إلى أن يحدث ذلك فإن وجودها مفيد. سيد نظير المجلي، اسمح لي نفس السؤال سيد نظير، يعني هل تعتقد حضرتك أن اليونيفيل 15,000 جندي يستطيعون أن يمنعوا نشوب حرب بين لبنان وإسرائيل؟ لا، بالتأكيد لا. الأمم المتحدة أصلا لا تستطيع أن تقوم بهذا الدور، أقيمت في حينه لكي تمنع الحروب فعلا، ولكن الموقف ومكانة وصلاحيات الأمم المتحدة في انحسار متواصل وتآكل متواصل، الدول الكبرى تتسلط على هذا الجسم، ولذلك لا نراه أن يستطيع. يوجد بند في مجلس الأمن الدولي، البند السابع، يتيح للقوات التابعة للأمم المتحدة أن تتدخل عسكريا لكي تمنع حربا، ولكن هذا البند لا يفعل في هذا الموضوع. ولذلك قوات اليونيفيل لديها صلاحيات محدودة، هي بالأساس تراقب، تسجل، تكتب تقارير تشير فيه من الذي اعتدى عليها. إسرائيل لا تحترم دور اليونيفيل، الحزب الله لا يحترم أضعاف إسرائيل هذا الجسم، ويخترق وينتهك قدراته. إسرائيل من جهتها تخترق الأجواء اللبنانية باستمرار والمساحات البحرية أيضا، وحزب الله يقترب من الحدود، مع أن قرار 1701 يمنع قوات حزب الله من التقدم، ولكن هنالك جسم تابع لحزب الله، الدوريات الخضراء، يقوم يعني لديه نقاط مراقبة مباشرة على الحدود مع إسرائيل، وقام بحفر أنفاق تصل إلى إسرائيل. ومن يتابع التدريبات العسكرية الإسرائيلية للحرب القادمة مع لبنان فيما لو نشبت، يلاحظ أن الخطط الحربية مبنية على أن تقوم القوات من حزب الله في الدخول إلى إسرائيل، وربما احتلال بلدتين لعدة أيام، وتقوم إسرائيل من جهتها باحتلال بطرق أخرى، فضلا عن تفعيل القوات الجوية وغيرها. كما نذكر، عندما أقيمت هذه القوات لم تكن هناك الحروب بالشكل الذي تقوم فيه اليوم. اليوم توجد أدوات حربية مختلفة، وطبعا لدى إسرائيل متطورة، وكذلك لدى حزب الله، ولكن لا مقارنة بين تطور الأسلحة لدى حزب الله ولدى إسرائيل. وفي كل الحالات اليونيفيل يعني عاجزة تماما عن القيام بأي دور يمنع مثل هذه التطورات والانتهاكات. طيب سيادة اللواء عبد الرحمن الشحيتلي من البقاع، أعود إليك مرة أخرى على أمل أن نستلم صوتك بشكل جيد إن شاء الله. كنت سألتك عن هذا القرار الأممي 1701 الذي اتخذ من 16 سنة، ونادى بأن تساعد قوات اليونيفيل الجيش اللبناني على بسط نفوذه على كامل التراب الوطني منذ 16 سنة. هل تحققت خطوة في هذه المادة، في هذا البند؟ عزيزي، أنا أؤكد لك أن وجود قوات الأمم المتحدة في جنوب لبنان هي ضرورية وتؤدي نتيجة ممتازة، بسبب أن لولا وجود هذه القوات ولولا وجود عناصر الارتباط بين لبنان وبين إسرائيل لكانت انزلقت عدة مرات إلى المواجهات العسكرية دون أسباب موجبة، مع
فهو أسباب حقيقية. أما عملية توسيع رقعة عمليات القوات المتحدة لتشمل باقي الأراضي اللبنانية وتشمل البقاع، لقد تم الاستعانة بالمجتمع الدولي وتحديدا بالدول الاتحاد الأوروبي لمساعدة الدولة اللبنانية على إنشاء أفواج حدودية لمراقبة الحدود الشرقية والشمالية. وبالفعل حتى الآن يعني الأفواج الحدودية قد تدربت وتجهزت من هذه المساعدات من الدول المانحة، وأقيمت التجهيزات اللازمة على الحدود وهي تقوم بعملها على أكمل وجه. تقدم الموضوع يعني عملية الإمكانيات التي قدمت لها ساعدت كثيرا في مساعدة الجيش اللبناني على الانتشار، وإن كان يعني نحن نعرف الوضع الاقتصادي الذي تمر به الدولة اللبنانية حاليا والذي تؤثر على إداء الجيش وعلى إمكانيات الجيش دون أن تؤثر على إدائه، وإنما يعني قد تمت مساعدة الدولة اللبنانية في هذا المجال. أما فيما خص القوى يعني الأمن الداخلي في لبنان، لا أعتقد أنه هناك من موجب لمساعدة الجيش اللبناني والدولة اللبنانية في الأمن الداخلي، فقد أثبت لبنان أن لديه أجهزة أمنية قادرة على ضبط الأمن في الداخل، وقد ضبط الأمن في الداخل ضد الإرهاب بطريقة يعني موازية لأهم الدول في العالم. نحن نعرف هذا الشيء أن طيب. هناك عمليات. لو كان الأمر هكذا سيادة اللواء، لماذا تشتكي قوات اليونيفيل من أنها لا تستطيع أن تقوم بمهامها؟ سأقول يعني أنا كنت طوال من عام 2006 حتى العام 2013 يعني على مدى 3 سنوات كنت أمثل الدولة اللبنانية مع قوات اليونيفيل. نعم. قوات اليونيفيل المشكلة التي يجب أن ننظر إليها أنه عندما تأتي وحدة من قوات اليونيفيل من دولة من خارج لبنان إلى لبنان، هي تأتي تعتبر أنها آتية إلى منطقة عمليات عسكرية Area of Operation. نعم. وهي مسمات Area of Operation، بينما الوضع في الجنوب عندما تأتي هناك يعني قرى يعني منتعشة اقتصاديا ومنتعشة مزدهرة طيب بإمكانها وتكون بعمالها، وليست Area of Operation يعني ليست منطقة عمليات. وعندما يذهب اليونيفيل لتنفيذ عمليات بصورة منفردة، هذه العمليات التي يقوم بها قوات اليونيفيل نحن كنا نشرح لهم دائما، وكانوا دائما يصطدموا لأنه بتغيير الوحدات كل ستة أشهر. نعم. كل 6 أشهر بدك يعني تعيد نفس الشرح ونفس التعليم ونفس التعليمات. لا تستطيع أي قوة من قوات الدولة اللبنانية، أي جهاز من أجهزة الأمن وقوات لبنانية مداهمة أي منزل، وهذا موضوع قانون بكل دول العالم. نعم. دون أخذ إذن قضائي، عندما يريدون الدخول إلى أملاك خاصة، إلى منازل، إلى أملاك خاصة، عليهم أن يكون هناك إذن قضائي، ويجب أن يكون بمواكبة طيب. يعني الجيش اللبناني والدولة اللبنانية، ولا يستطيع حتى الجيش اللبناني لا يستطيع الدخول بدون استنابة قضائية، فكيف هم يدخلون إلى الأماكن دون استنابة قضائية؟ طيب فهمت، ابقى معنا لو تكرمت سيادة اللواء، فهمت، ابقى معنا لو تكرمت. سيد ريتشارد وايت من واشنطن، في نهاية أغسطس الجاري مفترض أن يكون هناك اجتماع لمجلس الأمن للنظر في تمديد هذه المهمة، مهمة اليونيفيل لا أدري لكم سنة يعني، وكذلك لتعزيز قواتها من حيث العدد ربما ومن حيث العتاد تسليح. هل نتوقع أن نرى يونيفيل جديدة في الاجتماع القادم يعني لمجلس الأمن؟ عادة أقول نعم، ولكن نحن نعرف أن هناك الكثير من الأمور تغيرت خلال العام الماضي فيما يتعلق بالعلاقة بين روسيا والولايات المتحدة والصين والولايات المتحدة. هناك تأثيرات سلبية مما أثر على عمل مجلس الأمن، ربما ذلك قد يسبب اضطراب في العملية ذاتها. أيضا التوترات البحرية بين إسرائيل ولبنان لا علاقة لها باليونيفيل، ولكنها تؤثر سلبيا
على تجديد المهمة، وأعتقد أن سيكون هناك دعم روسيا والصين، ربما يكون هناك بعض الدعم، وإدارة الأمريكية ربما أيضا تقدم الدعم. لا أتوقع أي اعتراض من قبل الدول الأخرى. سيد نظير مجلي من الناصرة، في السنة 78 دخلت قوات اليونيفيل، يعني عسكرت قوات اليونيفيل على حدود لبنان، كان يعني حينها ربما بداية الاضطرابات السياسية داخل لبنان، يعني إنما سميت حينها قبل 42 عاما، قبل 42 عاما سميت بقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان. يعني الغريب حتى أنه حتى لم يتم تغيير الاسم، حتى كلمة المؤقتة لم تتبدل، لم يعني تغير. هل ستبقى دائمة هذه القوات برأيك؟ يعني هي ليس فقط غير مؤقتة كما يبدو من الوضع، إنما فرنسا نجحت في تجنيد الاتحاد الأوروبي في محاولة للضغط من أجل توسيعها وتطوير اعتادها. من غير السهل أن يتم اتخاذ قرار كهذا في مجلس الأمن، ولكن فرنسا تسعى إلى ذلك لأنها ترى أهمية بهذه القوات، وهي فعلا لها أهمية، ولكن إلى أي مدى هذه الأهمية؟ هل تستطيع أن تمنع حربا؟ لم تمنع حربا في سنة 82، صحيح، ولم تمنع العمليات الحربية الإسرائيلية فيما بعد، صحيح. وهذه هي المشكلة المرتبطة فيها. وجودها كمسجل ومراقب لما يحدث، وهذا يساعد طبعا الأمم المتحدة وكل دول العالم على معرفة ما الذي يجري على الأرض، ولهذا مهم. حتى إسرائيل تعتبرها قوات مهمة، ولذلك لا تعارض وجودها، مع أنها تتهمها اتهامات كثيرة بأنها لا تقوم بواجبها وأنها تتعاون مع حزب الله. حزب الله أيضا يتهم قوات اليونيفيل بأنها تتعاون مع إسرائيل، كذلك هو ليس راضيا عنها، لكن الحكومة اللبنانية معنية جدا ببقائها وتعتبرها عنصرا أساسيا لحفظ الاستقرار وتوفير الصدمات مع حزب الله في داخل هذه المنطقة، ولذلك لها أهمية، لا أحد يريد أن يتنازل عنها، مع أن الجميع يعرف أنها لا تقوم في الواجب الذي جاءت من أجله. الكل متمسك فيها والكل ينتقدها. أشكرك سيد نظير مجلي، الكاتب والباحث في شؤون الإسرائيلية من الناصرة، ونشكر ضيفنا من واشنطن ريتشارد وايت، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكستراد، وكان معنا من البقاع اللواء عبد الرحمن شحيتلي، الرئيس السابق للوفد المفاوض حول الحدود البحرية للبنان. شكرا جزيلا لكم. نناقش أيضا في مدار الغد، في ظل فوضى الأولويات وغياب الإصلاحات، هل يتجه قصر بعبدة إلى فراغ رئاسي؟ أهلا بكم من جديد في مدار الغد. في ظل تعثر تشكيل الحكومة اللبنانية، يقف لبنان على مسافة نحو 3 أشهر من انتهاء ولاية الرئيس ميشيل عون، وسط مؤشرات من إمكانية وقوع فراغ في كرسي الرئاسة. أول تلك المؤشرات يتعلق بعدم اتفاق الكتل النيابية على مرشحين للرئاسة، حيث إن موازين القوى داخل البرلمان لا تسمح لأي تيار بانتخاب الرئيس من فريقه. ثاني المؤشرات يكمن في رفض رئيس البرلمان الدعوة إلى جلسة لانتخاب الرئيس قبل التصديق على الإصلاحات التي أقرها البرلمان، وتكمن معضلة التصديق على قوانين الإصلاحات في عجز لبنان عن تشكيل حكومة جديدة حتى الآن. ثالث المؤشرات هو تصريح عون حول احتمالية بقائه رغم انتهاء ولايته في حال اندلاع حرب أو أحداث أمنية بين لبنان وإسرائيل.
من بيروت ينضم إلينا الدكتور ميشيل الشماعي، كاتب وباحث سياسي. أهلا بك معنا دكتور الشماعي. يعني هل بالفعل ما ممكن أن يشهد لبنان فراغا رئاسيا؟ مجد الله ومساء الخير للجميع. كل الاحتمالات مفتوحة أستاذي، لا سيما وأن الأفرقاء بمعظمهم لازالوا حتى الساعة غير متفقين على الأسماء، إنما الاتفاق حتى الساعة هو على المواصفات. الحديث اليوم عن مواصفات الرئيس وليس عن أسماء، ويجب الإشارة إلى أن كلا الفريقين بات يملك اليوم ما يسمى أو ما يعرف بالثلث المعطل. فريق المعارضة حقق هذه المسألة، وهذا ما يعتبر إنجاز بالنسبة إلى المعارضة، وهذه المسألة هي حتمية بالنسبة إلى فريق السلطة. فإذا التعطيل مقابل التعطيل، هذا ما قد يؤدي إلى الفراغ في الرئاسة. طيب يعني فسر لنا ذلك الأمر يا دكتور الشماعي. ما هي المشكلة في أن يتم الدعوة من قبل رئيس البرلمان لانتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية حتى وإن لم يتم التصديق على هذه الإصلاحات المطلوبة؟ يعني بالحديث عن الإصلاحات أستاذي العزيز، الإصلاحات تعني المؤسسات بجميعها، والرئاسة اللبنانية هي أولى هذه المؤسسات، وإذا لم تحدث هذه الإصلاحات فالمؤسسات حتما ستنهار، وبالتالي الرئاسة ستكون بخطر. لذلك الإصلاحات ضرورية، لكن ما يجب التنبه إليه هو أن دولة الرئيس بري لا يطلب أو لا يطالب بهذه الإصلاحات فقط من أجل هذه الإصلاحات، إنما يستخدمها كورقة ضغط من أجل تحسين شروط فريقه السياسي، أي فريق الذي ينتمي إليه، نصرة لفريق إيران وبالتحديد هون حزب الله اللبناني. طيب ابقى معنا دكتور الشماعي. كذلك تنضم إلينا من بيروت راشيل كرم، كاتبة صحفية، وكذلك ينضم إلينا دكتور جيرار ديب، الأكاديمي والكاتب السياسي. أهلا بكما سيدة راشيل كرم. أيضا ما هي المشكلة في أن تعتمد حكومة ميقاتي المصرفة للأعمال يعني أو المؤقتة هذه الإصلاحات حتى نصل أو يصل لبنان إلى خطوة انتخاب رئيس جديد، حتى لا يعني يعاصر فراغا رئاسيا؟ أولا مساء الخير لك، مساء الخير كمان للجوف والمشاهدين. خلينا نكون واقعيين وأيضا براغماتيين بالعمل السياسي بلبنان. كثير يتحدثون عن مسألة الإصلاحات، هو شعار، هي مقولة أمام كل استحقاق يتم طرحها أو يتم الحديث بأنه يجب أن يكون هناك إصلاحات قبل الانتخابات النيابية، قبل الحكومة، قبل الانتخابات الرئاسية. واضح بأن الفراغ الرئاسي بالسؤال ذكرته بالسابق بأنه هي ليست المرة الأولى. نحن نتذكر بال2016 أيضا مع رئيس الجمهورية العماد مشعون كان هناك فراغ سنتين ونصف السنة قبل أن يتم انتخابه، لذلك ليس مستغربا. ولكن المستغرب هو محاولة بعض القوى أو كل القوى بمحل معين، لأنه هم يدركون جيدا بأن الاستحقاق الرئاسي في لبنان غير مرتبط بشكل كبير بالداخل اللبناني وبهذه القوى، أكان وليد جملاط، أكان الرئيس بري، أكان حزب الله، أكان تيار الوطن الحر، القوات اللبنانية وكل الأفرقاء. هم يعلمون جيدا ونحن نعلم جيدا والجميع يعلم بأن الاستحقاق الرئاسي في لبنان 90 إلى 95% منه يطبخ في الخارج ولا يطبخ في الداخل. هي ليست مسألة إصلاحات الاستحقاق الرئاسي. سيدة رشيد، الرئاسي تتحدثين؟ يعني ألا تعتقدين أنك تبالغين بعض الشيء؟ رئيس لبنان يعني يختاره الخارج؟ فلنرى في الزمن بعد التسعين، بعد اتفاق الطائف، أكان الياس الهراوي، أكان الرئيس العماد ميشيل إيميل لحون، أيضا العماد ميشيل سليمان، أيضا الرئيس ميشيل عون، وتطبق في النهاية في الداخل اللبناني. الجميع ينتظر التسويات، الجميع ينتظر كيف سوف تؤول إليه الأحوال في الاتفاق النووي الإيراني بين إيران والولايات المتحدة. هل نحن سوف نتوجه إلى الشيعية السياسية في لبنان وعليه يكون رئيس الجمهورية مقرب جدا إلى هذا الخط، أم أن الأمور سوف تكون معاكسة؟ على ما يبدو من خلال كل الأمور التي تحصل، وتحديدا ما يسمى في لبنان تكويعة، يعني وليد جملاط وهو غالبا ما يكون الرادار لكل هذه التحركات، واضح بأنه كان في موقع معين
الأمس التقى بموفد من حزب الله، موفد رفيع المستوى أمني من حزب الله، وهذا يدل بأن وليد جنبلاط يدرك أن الأمور تتجه إلى أن يكون رئيس الجمهورية، والجو العام في لبنان مقرب من هذا الطرف لا الطرف الثاني وهي السعودية. حتى إشارة أخيرة طيب. بأن الرئيس عماد مشرعون يوم انتخابي بعد سنتين ونصف السنة، طبعا كان هناك اتفاق خارجي ترجم من خلال دعم يعني خصمه اللدود سمير طيب. شعشع له فجأة. فهذا الموضوع واضح من الخارج. يا دكتور جرار، لماذا يقال داخل لبنان برأيك أن الرئيس ميشيل عون يعني لا يرحب كثيرا بفكرة مغادرة بعبدة، وأنه ربما في هذه السجالات السياسية يعني ربما يعني لا يسعى ربما إلى الضغط على هذه الكتل والتيارات حتى يتم اختيار رئيس جديد بعده؟ أستاذ الكريم، دعني أن أبدأ بما قالته الأستاذ رشال، أغالطها كل الفكرة، لا سيما وأنه الرئيس ميشيل عون فرض مقولة الرئيس الأقوى داخل طائفته. هذه المقولة كانت موجودة عند السنة عندما اختاروا سعد الحريري مرشح لرئاسة الحكومة، عند الشيعة عندما اختاروا نبيه بري لرئاسة المجلس النيابي، وعند المسيحي عندما أتى ميشيل عون بكتلة نيابية كبيرة يمتلك قاعدة شعبية وكتلة نيابية كبيرة. ليس دائما هناك دونكيشوتية في أخبار لبنان بأن دائما رئيس لبنان يجب أن يختاره الصين وروسيا ومصر والسعودية وأمريكا وغيرها، ليس صحيحا. هناك تكتل قوي في لبنان، هناك كتلة مسيحية كبيرة في لبنان عليها أن تفرض زعيمها أو رئيسها كما شعر الطوائف بكل بساطة، يعني هل أد حزمة. أما بالنسبة للرئيس ميشيل عون، إن قال وقالها مرارا وتكرارا هو سيغادر قصر بعبدة عندما يحين الساعة، يعني عندما يأتي الساعة التي ينتهي فيها ولاية عهده سيغادر قصر بعبدة. ولكن هناك إشكالية أستاذي الكريم، هل يا ترى رئيس نجيب ميقاتي صاحب الحكومة المستقيلة قادر على قانونيا، أنا أتحدث دستوريا، قادر على تسيير أمور البلد وهو في حكومة مستقيلة؟ لماذا لا يقدم الرئيس ميقاتي اليوم وهو يقوم بجولة سياحية بين فرنسا وإيطاليا؟ لماذا لا يسارع إلى تشكيل حكومة أصيلة تستلم مهام رئاسة الجمهورية إن حصل فراغ رئاسي بعد نهاية ولاية ميشيل عون؟ أما ميشيل عون يقولون عنه بأنه يهوى أن يبقى في قصر بعبدة، فهذه أكيد افتراء واضح على رئيس الجمهورية، وهو بعيد كل البعد عن هذا الأمور. ولكن جل ما يعمل لصالحه ميشيل عون أنه طيب. يريد أن يكرس مقولة المسيح الأقوى داخل طائفته، وهذا حق طالما الطوائف الأخرى في لبنان تقوم بهذا طيب. من فرض نبيه بري، فهم. من فرض قاطي وغيره. فهم يا أستاذ راشيل. طيب بنظرية المؤامرة يا أستاذ راشيل، يعني دعينا حتى نسعى في هذا المسار إلى منتهاه، بنظرية المؤامرة ما هي مصلحة الأطراف التي تسعى في تأخير انتخاب رئيس جديد للبنان؟ أين المصلحة؟ لا حالك شو هي المصلحة، ولكن تتحدثت عن أنه الخارج هو من يختار رئيس الجمهورية وتكون الطبخة اللبنانية في نهاية المطاف، أقولها بحرقة، يعني لا أقولها من منطلق أؤيد هذا الموضوع. طبعا كما ذكر الأستاذ الكريم أيضا بأنه صحيح الأقوى في الطائفة المسيحية، ولكن هو يدرك جيدا أن هذه المسألة هي انحصرت فقط بالرئيس ميشيل عون وبعد تعطيل دام سنتين ونصف السنة. هل اليوم سوف نشهد على هذا الموضوع؟ هل سوف يكون سمير جعجع رئيس الجمهورية؟ هل سوف يكون شبران بسير رئيس الجمهورية؟ أو سيكون سمير فرنجي رئيس الجمهورية؟ إن لم يكن أحد من هذه الأسماء الثلاثة، وتحديداً سمير جعجع وجبران بسير على أنهما الكتلتين الأكبر المسيحيتين، ماذا سيكون رده؟ أين الرئيس القوي في هذا المجال؟ طبعاً الطبخة النهائية سوف تكون بلبنان. هلأ تقول لي ما هي المؤامرة أو ماذا ينتظر؟ واضح بأن الأمور تنتظر كما غيرها من الأمور في لبنان. على اعتقادي وعلى ما أدرك أو على ما واضح بالنسبة إلي بالحد الأدنى، نعم، هناك فراغ رئاسي، سوف يكون هناك أيضا تشنجات أمنية، لأنه في كل مرة يحصل فيها تشنجات أمنية في لبنان نذهب إلى اتفاق جديد، أكان اتفاق الطائف بعد الحرب الأهلية، أكان اتفاق 2008 بعد 7 أيار وأحداث
بيروت بهذا الشأن، يعني كل الزعماء أخذوا إلى قطر وتم الاتفاق هناك، وعلى هذا الأساس تم انتخاب قائد الجيش يومها ميشيل سليمان. اليوم من الواضح بأن النظام اللبناني، النظام الفيتويت، لا يمكن أن يعيش مدة أطول، وبالتالي هل نحن متجهون إلى لا اسمحي لي أستاذة راشيل، لا اسمحي لي، بالتأكيد هناك حسب ما فهمت من كلامك أن هناك من يسعى إلى عرقلة انتخاب رئيس جديد للبنان. طيب ما هي الفائدة التي ستعود على هذا الفصيل؟ هي فرض قوة، فرض تغيير نظام جديد، طرح اتفاق تأسيسي جديد للبنان. عدا عن ذلك لا يعني فنتحدث بالتاريخ، متى تمكن لبنان من أن يكون له نظام سياسي جديد دون أن يكون هناك مشاكل؟ الشيعة يدركون بأنه لا يمكن أن يحكموا لوحدهم، السنة يدركون ذلك، المسيحيين يدركون ذلك، الدروز يدركون ذلك، عن أي نظام نتحدث؟ الجميع يدرك بأن الأمور معطلة بحسب الفيتويات، النظام الحالي لا يمكن أن يستمر. طيب. ومن يقول بأن الاستحقاق الرئاسي هو المدخل إلى أي تغيير جديد، باعتقادي هو، لن أقول يكذب، ولكن أقول بأنه غير مدرك للحقيقة. قالوا ذلك طيب. قبل في تشكيل الحكومة الأولى، قالوا ذلك في انتخابات نيابية، ويقولون ذلك. المدخل إلى الأمور الإيجابية تجاه لبنان هي صحيح المدخل للرئاسة، لأنه سيكون مدخل إلى التسوية الكبيرة في لبنان التي تنتظر، التسوية الأكبر على صعيد طيب. دول العربية وعلى صعيد إيران طيب. يا دكتور الشماعي، لو حدث ذلك الأمر، لو شهد لبنان فراغا رئاسيا، هل نفهم من ذلك أن السيد نجيب ميقاتي سيكون رئيسا للحكومة المؤقتة، وبالتالي سيكون ستؤول إليه أيضا صلاحيات رئيس الجمهورية حينها؟ حتى هذه الساعة أستاذي العزيز، الرئيس دولة الرئيس ميقاتي هو رئيس الحكومة شئنا أم أبينا بحسب الدستور اللبناني، لكن على ما يبدو كما رشح من قصر بعبدة أن الرئيس العماد ميشيل عون يرفض حتى هذه الساعة تسليم صلاحيات رئاسة الجمهورية لرئاسة الحكومة، ولا سيما بأن هذه الحكومة أتحدث عن دستور يا دكتور الشماعي، لا أتحدث هنا عن تصريح، أتحدث عن دستور، عن نعم. عن قانون يعني، تفضل. ما بالنسبة إلى تطبيق القانون هنا نعم. الإشكالية الكبرى، هل نحن على ثقة بأن فخامة الرئيس سيطبق الدستور حرفيا ويترك قصر بعبدة في 31 تشرين؟ لا أحد يضمن ذلك، هذه هي الإشكالية الكبرى. واسمح لي هنا فقط تسليط الضوء على مسألة بسيطة أشارت إليها مدام كرم عندما قالت عن تبدل موقف وليد جنبلاط، الزعيم وليد جنبلاط، مع الإشارة إلى أنه في اليوم الثاني أرسل وفدا إلى البطريركية المارونية وكان قد أعلن عن لقائه مع حزب الله، رفضه لرئيس من 8 أذار ودعمه لرئيس وسطي. وهنا الإشكالية التي تميز الأفرقاء اللبنانيين بين من يريد رئيسا وسطيا وبين من يريد رئيسا إنقاذيا. وبالطبع هنالك تداعيات دولية وإقليمية على ملف الرئاسة، ولكن لا أوافق كمان أيضا السيدة كرم بأن ملف الرئاسة يطبخ كليا في الخارج. طيب. اللبنانيين اليوم فرصة لقول كلمتهم ترجمة لما حدث في الانتخابات ب15 أيار، إما أن يقولوا كلمة الحق ويتكاتفوا ليحققوا رئيسا للجمهورية رئيسا إنقاذيا ينقذ ما تبقى من الجمهورية، وإما يسقطون في المجهول. طيب يا دكتور جيرار، ربما ذلك هو سؤالي الأخير لحضرتك، بحسب المواد الدستورية اللبنانية يعني، ألن يغادر أي رئيس قصر بعبدة حين انتهاء ولايته؟ هل هناك مشكلة في أن يغادر؟ لم يغادر رئيس جمهوري قصر بعبدة وكانت هناك حكومة مستقيلة. هنا اللغط القانوني، نجيب ميقاتي اليوم هو رئيس حكومة تصريف أعمال، فليتفضل السيد ميقاتي وليشكل حكومة بما تبقى من الوقت مع رئيس الجمهورية كي نتحدث عن ما يتفضل به ضيفك الكريم. أما الأقاويل والتصاريح والأخبار التي تخرج من هنا وهناك، هذا لا شأن لنا لا في الدستور ولا في القانون. طيب اسمح لي يا سيد جيرار،
حتى نفهم فقط يعني، اسمح لي حتى نفهم، إذا ما فهمت من كلام حضرتك أن الدستور اللبناني، المواد الدستورية تقول في حالة الفراغ الرئاسي تنقى صلاحيات الرئاسة قصر بعبدة إلى الحكومة المنتخبة، صحيح؟ كويس، رائع. هل هناك بقى أي مادة دستورية تقول يبقى الرئيس لا يغادر؟ سيدي الكريم، ليس هناك من مادة تقول بأن يبقى الرئيس ولا يغادر، ولكن كون الرئيس قسم على الدستور بأن يحمي البلد من الفراغ المتخوف أو الذي يتخوف منه البعض، لهذا السبب رئيس الجمهورية وحرصا منه على صلاحياته وما تبقى أصلا من صلاحياته، حضرتك أستاذي تعرف يعني صلاحيات الرئاسة في لبنان كيف أصبحت، ولكن رئيس الجمهورية اليوم لأنه حريص ولأنه مقسم على الدستور بحماية هذا البلد له من الحق أن يبقى في موقع الرئاسة إلى حين تشكيل حكومة أو انتخاب رئيس جمهورية جديد. فليتفضل الأفرقاء المعنيين بالتسريع بتشكيل حكومة أو انتخاب رئيس فور انتهاء، لأنه نحن نعرف طيب سيد الكريم بأنه انتخاب رئيس الجمهورية قبل المهلة الدستورية من انتهاء ولاية الولاية. طيب دكتور ابقى معنا دكتور جرار لو تكرم. دكتور الشماعي، هذا هو سؤال الأخير لحضرتك. نحن الآن أمام احتمالين، اسمح لي. الاحتمال الأول نقول نحن أمام اختلاف في تفسير النص الدستوري بحسن نية. الاحتمال الثاني أن نقول إن هناك في لبنان من يتستر، من يتعكز، من يتوكأ بمواد دستورية يعني مختلف على تفسيرها حتى يحقق أجندة ما. أنت مع أي من الاحتمالين؟ الدستور واضح، الدستور واضح، يجب أن لا نتلطى خلف الدستور كما أشرت حضرتك لتحقيق مآرب وأهداف لمحور لا علاقة له بلبنان إطلاقا. الدستور واضح جدا، عندما تنتهي مهلة رئاسة الجمهورية على الرئيس أن يسلم الرئاسة كما حصل في عهد فخامة الرئيس سليمان. لماذا الرئيس سليمان أقدم على ذلك ولماذا غيره وغيره؟ هل هذه مسألة لحكومة استنسابية؟ لحكومة مؤقتة يا دكتور الشماعي. هذه الحكومة، انتبه إلى مسألة مهمة جدا، هي حكومة شرعية بحسب الدستور، مؤقتة أم غير مؤقتة، هذه هي الحكومة الشرعية حتى الساعة. أشكرك دكتور ميشيل الشماعي، كاتب وباحث سياسي، والأستاذة راشيل كرم الكاتبة الصحفية، والدكتور جيرار ديب عضو المكتب السياسي للتيار الوطني الحر. شكرا جزيلا لكم، كنتم معنا من بيروت العاصمة. إلى هنا انتهت حلقة الليلة من مدار الغد، وتابعتم خلالها على عتبة التمديد لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، تكدس لتقارير سلبية في الأروقة الأممية وتهديد مستمر بالحرب. في ظل فوضى الأولويات وغياب الإصلاحات، هل يتجه بعبدة إلى فراغ رئاسي؟